امتى بقى اروح للدكتور؟ هروح للدكتور لو التهابات الحفاض مطوله. يعني ايه مطوله؟ هي المفروض بعد رابع يوم تحسي بالكتير، بعد رابع يوم بتحسن. لو ما تحسنتش حتى على الاقل لازم تروحي للدكتور، وخدي بالك الدكتور هيكتب لك علاج، وممكن جدا تروحي الاستشاره بعد اسبوع تغيريه، لان هو ما بيقدرش يدي علاج لكل حاجه، هو بيجرب حاجه ويشوفها نفعت ولا لا ويبتدي يعلي عليها. وفي اوقات الالتهابات اصلا بتاخد لها على الاقل 10 ايام عشان تتحسن. الام بقى بتخاف وتقلق وتقول ده انا ابني عنده حساسيه قلبان، وتبتدي بقى افكار تراودها. وهو الحمد لله هو ساعات ممكن يحصل بسبب حساسيه القلبان، ممكن بعد الشر يعني، وممكن يحصل بسبب عدم تحمل اللاكتوز، تشوف للالتهابات، بس يعني النسبة نادرة قوي. انما هي لو ممكن تكون عدوى فطرية، عشان كده واخدها لها اسبوعين وهتتحسن. فتابعي مع الدكتور مش مرة وخلاص وتقولي الدكتور ده ما عملش حاجة، لا خليكي وراه. لو الالتهابات بتتكرر بتروح وبتيجي، او لو الالتهابات بتسوق، لو الالتهابات فيها دم، لو الطفل سخن، لان لو سخن يبقى في عدوى بكتيرية هي اللي عاملة الازمة دي، لو الطفل عنده اي مشاكل في الجهاز الهضمي، بيشتكي من مغص رهيب، بيشتكي من امساك فظيع، بيشتكي من ارتجاع زايد، لانه ممكن زي ما بقول لا قدر الله احتمال قليل يكون حساسيه او عدم تحمل لاكتوز، ولما اظبطه كل حاجه تانيه هتتظبط عند الطفل. النقطه اللي بعدها ان ابني يكون مورم. ابني لو ورم يبقى دي حساسيه ولازم تلحقيه. ابنك لو ورم بالذات لو واكل كمان ولقيت شفايفه بتورم، لازم تنزلي الطوارئ في ساعتها بعد الشر، لان دي بتبقى حساسيه مهمه جدا، بنقلق انه كمان جوه مجرى الهواء يورم فيتقفل بعد الشر. فلو ورم الطفل مع الحساسيه دي حاجه مهمه جدا لازم توعي الامهات عليها، لازم تتحرك. لو بيجيب ماده او لو منتشر في مكان تاني غير الحفاض، زي مثلا ما قلنا قرشه الراس او في اي مكان تاني التهابات جلديه.